مرمى الزمالك بخير، رسالة جديدة من حراس المرمى إلى الجماهير. وبعد تألق لافت لمحمد صبحي في لقاء الأبيض مع سموحة وتصديه لفرص خطيرة والمساهمة في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح الدور الثاني للدوري، جاء الموعد مع تألق محمد عواد الحارس المخضرم خلال لقاء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، ترجمه عبر تصديات رائعة لأكثر من فرصة وحفاظه على نظافة شباكه ليمنح الثنائي عواد وصبحي رسالة اطمئنان إلى الجماهير عنوانها مرمى الزمالك بخير. ويمتلك الزمالك حاليا حارسين هما الأفضل في مصر، الأول محمد عواد صاحب الخبرات الكبيرة والذي يلمع منذ انتقاله للفريق في عام 2019 بكل قوة وساهم في حصد الكثير من البطولات أبرزها الثنائية المحلية الكبرى والفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي بعد سلسلة من المباريات الجميلة، وساهم في حصد الكثير من الانتصارات. اختير معها لأن يكون الحارس الأول في مصر، والثاني محمد صبحي صاحب الانطلاقة الأقوى لحارس مرمى صاعد، واستفاد صبحي من إعارة الزمالك له لموسمين في الاتحاد وفاركو على مدار الموسمين الماضيين، وقدم عروضا جميلة وانضم لمنتخب مصر وشارك في كأس الأمم الإفريقية ليعود مجددا لحماية العرين الأبيض بكل قوة. وبتألق محمد عواد ومن قبله محمد صبحي يواصل الزمالك بقوة رحلة تصحيح المسار في موسمه الحالي بحثا عن نهاية سعيدة للجماهير.